ولا رمزي؟ نعم دول. التمثال بتاع ازيز فين يالا؟ ازيز؟ ازيز انا سمعت الاسم ده فين؟ يعني كانت معاك في المدرسة. ازيز اخلص، بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفني انا راحت فين ازيز يا دول. وبعدين يعني انا انت بتسألني انا؟ امال يعني اسأل مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دول ما تقلقش يا عم، على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمة وايه كمية اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا اهبل اسكت، دور لي على ازيز يلا. أخلى صباخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا أخلى نساتو؟ دي بازاراتو ولا أنا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو أنت دم خفيفاتو، أنت بتبيع إيه في صيدلياتو؟ صيدلياتو بص يا سيدي، إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا أهو إله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول وده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه انت نفسي غباواته يا رمزي. غباواته؟ ده عرفك يا رمزي، عرف انك غبي. يا دولا وبيقول لي يا رمزي وبتاع، انا اللي مجنني يا دولا هو عارفني ولا انا اتشهرت يا دولا؟ يا لا يا رمزي يا لا، انت مش عارفني؟ انا جعفر الهلال. ايه جعفر ابو لمحه يا مين؟ الواد جعفر ابو لمحه. جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر، لا مش جعفر ابو لمحه، جعفر ابو لمحه بتاعي اللي هو صاحب ده، وان كان جزمات يا عم وكان بيستحمى بالصدفه. طيب نفسك ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرنبة. بغل الفرنبة يا هو جعفر يقول لك جعفر حبيبي. تعالى يا جعفر حبيبي. يا جعفر حبيبي ايه ده؟ وايه اللي نظفك كده يالا؟ ايه ده؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك، ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده؟ لا مؤاخذه ايطاليا يعني اليورو، يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه؟ عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو يا دولا هو قالتك في الواو، افهم بقى. عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي قول له يا عم قول له، ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه هتكسر التنظيم ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله. انا لو مؤاخذه كده بقفل في الشهر قول يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه 20 ما شاء الله يعني. وايه 20؟ انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه، بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه؟ يا جعفر باشا يا جعفر بيه، ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. تيجي تاخدني يا مين يا المهم يعني يا استاذ جعفر، انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك، جبت قدهم 20 مره. 20 مرة في 20,000 جنيه؟ يا نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه، انا اعمل لي كام؟ يا دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ لا معايا الكارت بتاعه اهو. بص لا مؤاخذة العنوان اهو والمحمول اهو، هو جاب العدة بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر، مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اودي فين الجميل بتاعك ده. لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض. طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا مستعجلات حبيبي يا جعفر. سلامات يا رمزيات. سلامات مع الف سلامه يا جعفر. الف سلامه. دولا ابوس ايدك ابوس ايدك يا دولا، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قاصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي
طلباتكم ايه بقى؟ ها بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو لايطاليا باذن الله. أه وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كاروهات كده اهو. الله الله الله، جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حذفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. المعفن، يا اهلا وسهلا. مش تقولوا كده من الصبح طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا، بص اي طلبات انا تحت امرك، يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندول جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاء او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولة، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص، حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانيه غير الجوازات؟ ولا اي حاجه. بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو، تتصلوا بالرقم ده واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا، ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا باظه برضو؟ انا نفسي اشوف ساميه جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمه السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول خد صاحبك عني. ماشي، دي سهله قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم خد صاحبك عني. يا جماعه انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم. هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي ايه؟ قصدي يعني يا حماتي ان انا قررت اسافر ايطاليا. اوه الفكره جامده قوي يا ابي، برافو عليك. اخيرا هنلبس المستورد بقى ونشوف هدوم اوروبا بقى والماركات بقى. ايه ده؟ اخيرا اخيرا هجيب البارفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مضروبه بقى من بره. وليه يا ابني هتسافر وازاي؟ وانا يا بيبي ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ان انت هتسيبني لوحدي من غير رجل يعويني ويحميني؟ ما فكرتش في مشاعري؟ وانت كمان يا ماما ما فكرتيش في اللعب اللي هيجيبها لي من بره؟ برافو عليك يا ياسمين، هو ده الكلام. يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنتوا يا ماما. لعلمكم بقى ده في واد شغال جزمجي بياخد هناك 20000 جنيه، فما بالكم بقى انا لو رحت هناك هاخد قد ايه بقى؟ ايه يا دي العيبه، هتروح تشتغل صرامات يا عادل؟ صرامات ايه يا ماما؟ هو انا عادل ابو لمعه؟ طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي؟ هتقفله؟ لا، البازار ده حله سهل قوي، في واحد تاجر اعرفه ممكن هيأجر البازار ده ب 50% يعني، غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو ذمته استك، بس استك نظيف ما شاء الله. يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا غصب عني، انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها. وهتسافر لوحدك يا عادل؟ لا يا ماما، للاسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي. طيب طيب الفيزا بتاعتك دي مين هيجيبها لك؟ مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب، من عند ترزي ان شاء الله. ترزي؟ طب خليه يسرفلها لك احسن تنسل. انت بتقولي فيها بس ترزي ايه؟ لا 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 مضمون، يعرف ناس كبار جدا يعني هم اللي هيجيبوا الفيزا. ايوه يعني انت الترزي ده واثق فيه ثقه عمياء يعني؟ ايوه طبعا يا ماما، لعلمك سفر ناس قبليه كتير قوي يعني جت عليا. طب خلي بالك يا بيه بقى، احسن الترزي ده يطلع نصاب ولا حاجه. هينصب عليا في ايه يعني؟ هيديني فيزا بتكون بتبقع من اول غسله مثلا؟ انا مش متخيله ان انت هتسافر وتسيبني لوحدي يا بيبي. معلش يا حبيبتي، ما انت معاكي مصر
مصر كلها وانا سايبك لوحدك فين يعني؟ اهم حاجة ان تدعوا لي يا جماعة، لان ربنا يكرمني ان شاء الله واخلص الورق كله على خير. ولا وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه وردة حمراء. طب وهيحط الفازة ازاي في الجاكيت يا دولا؟ اوكي. اهلا وسهلا. ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولا حطيتها من غير فازة فعلا. بس بقى بس بقى. كلمة السر ايه؟ كلمة السر ولا رمز كلمة سر ايه؟ اخاصمك. اخاصمك. هيفاء 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 يلا حاجة الهيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسام. بس 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 مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت والله في ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جي، الحاج جمال يعني الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني الشهير بدولة. وانا ره رمز يعني الشهير بالجزمة. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركة الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحة من غير ما حد ياخد باله. بالراحة. حاضر. هات الفلوس يا رمزي بالراحة. يا دولة اتفضل. ايه دول؟ حد خد باله؟ حد خد باله؟ انت اللي هتخليهم يخدوا منهم. من غير ما حد ياخد باله، من غير ما حد ياخد باله. ادكم معانا يا جماعه والنبي. من غير ما حد ياخد باله. تمام تمام كله تمام. حد خد باله؟ عيب، احنا شغلنا 100 100 ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان ما حدش ياخد باله. يا كده هتخلي الناس ياخدوا بالهم يولا. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي ما دام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. زعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا، يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني طب احنا كده هو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام. جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي. سلام سلام سلام. اموت انا في جو الحسابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت اتشكل ايه؟ انا اسف اصل ايه دول عصابه ايه شغلها على ميه بيضة؟ انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد يعني. الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك ده عيالك يا دول. مالكش دعوه. يلا بينا. يلا دول. يا فاضل يومين واسافر مصر. هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه. مش هتوحشني. يلا يلا امشي امشي قدام. السلام عليكم. ازيك يا معلم سين؟ سالم. ايه ده انت بتعد في الفلوس بتاعتنا؟ كانت متنات. ايوه سين. ايه بقى احنا خلاص في بيننا دلوقتي عمل مشترك. قولوا لي يا سالم او لو عايزين تدلعوني دلعوني. يلا. طب عملت ايه بقى يا معلم سلمون؟ سلمون ايه؟ يلا انت كده مش بتدلعه، انت كده بتهزقه. احنا اسفين، انت شايفه كلب البعض. بس سمعني صمتك انت وهو. دلوقتي هتقابلوا الزعيم المعلم نون نظم يعني، وهو هيقول لكم هتعملوا ايه بالظبط. فلتتفضل يا زعيم. اهلا يا شباب. انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا ايطاليا؟ ايوه احنا ان شاء الله. هي تاشيره ايطاليا بقت صعبه دلوقتي، لكن انتوا ليكوا عندي انكم تروحوا ايطاليا، وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى ايطاليا. الله علي النعمه. المعلم نون نظم ده بيتكلم صح الصح. بص حضرتك انت تودينا ايطاليا ومالكش دعوه. بس يعجبني ذكائك يا واد. احنا هنروح ايطاليا بس مش من هنا، هتروحوا من ليبيا. ومش هنروح طيران، هنروح عن طريق البحر، يعني فرك الكعب وتوصلوا ان شاء الله. فرك الكعب على الله، بس ما تكونش فرك الكعب داير يعني. اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم، في ناس كتير مستنيه هناك، واول ما توصلوا
المركب هتتحرك على بركة الله. سيري يا نورماندي تو. يا دولة انا كان نفسي اركب سفينة من زمان. انت هتعملي فيها يا فتاح الأسري سفينة اللي كان نفسك فيها حضرتك؟ بس يعني معلش عدم المؤاخذة احنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني. احنا ناس منظمين لينا مندوب هيستناكم هناك، هتخشوا التخزين تباتوا ليلة ترتاحوا يعني، وبعدين تتركوا على الله تسافروا على طول. معين انا خايفه من حكايه البحر والمركب دي، انت ما بتعرفش تعوم؟ لا ما يا مرات عمي ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رب؟ ايه بس؟ خايفة 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 عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعهولك زي ما كان، انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زايغة وقلبك مفعوس كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى، طمني عليك. لا موبايلاتي هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. عادل اخويا اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ اختي سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليلة. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي يا حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه. السلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. يلا ايه كهربتي ولا ايه؟ بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه شنطي لا بقى على ايدي. يلا يلا ابي عادل ابي عادل، اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين. يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني، قلبي دعي لك يا حبيبي مع الف سلامة. مع السلامة يا ماما مع السلامة. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي واللعب بتاعتي يا بابا والبرفانات. دول احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا. ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعي لك يا دول. مالكش دعوه مالكش. خمس دقايق ايه يا استاذ، احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم وهادي ترحلوا. ده احنا ما لحقناش بقى لناش خمس دقايق. معلش بقى دول هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك امسكوا ده، انت اللي بوظ اخ. لا لا كده حاجه تقلق بقى. عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. يا حبيبي يا ابني انا قلبي واكلني عليه. يو 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 ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل موضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى ده عادل، عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي، ده اكيد عادل. الو عادل. عادل حبيبي ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟
في الاسم؟ الاسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في القسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمانه. ازاي ده حصل؟ ده ازاي حصل كده؟ اسالي نفسك واسالي احساسك المرعب العالي اللي حاسه بيه قوي. مش انت احساسك ده هو اللي رجعه. انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. يا ده اسكت بقى، انت اللي لاحسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه جمل. يا ده اسكت، انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. ساعدونا حبيبي. وحشوني والله العظيم وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرالك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقى لنا شهر. الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين دراف؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا؟ احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا. يا موكوس مش عارف توصل لغايه ايطاليا. لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. معلش يا حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرالك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي. بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. مين دوم؟ يا رانيا اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه بي؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر، والختمه ما مسافر، وبضربه بالجزمه لو سافرت عندك.